لابد أن نستفيد من هذا الموقف الأمريكي بالذات، لأن الدول الأوروبية رغم أن بعضها أشد عداء لفاغنر من أمريكا، لكنها تفتقد للمبادرة ولروح الفعل. أنا أتذكر قبل سنة تقريبا تصريح لوزير الدفاع البريطاني أن يقول فيها بشكل واضح أنه لابد من مواجهة الفاغنر في ليبيا عسكريا، لابد أن يكون لنا موطئ قدم، يعني لابد أن نكون لنا قواعد عسكرية بالقرب من فاغنر، بحيث لو تحركت وهددت المصالح الغربية نكون بالقرب ونحجمها ونلجمها وندخل معها في اشتباك مباشر. لكن لم تقرن هذه التصريحات بفعل على الأرض، رغم أن النشاط البريطاني كان ملحوظا وقد ازداد في ليبيا بعد تمكن فاغنر من السيطرة على أهم المواقع. أنا في تقديري أننا لابد أن نستفيد من هذا الموقف. هذا الموقف الآن يشبه ما حصل في نهاية الحرب العالمية الثانية، استفدنا من الحلفاء ومن صراعهم مع دول المحور بإخراج القوات الإيطالية. صحيح هو كالمستجير من الرمضاء بالنار، وسنقع في 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 ظل قوات أخرى وهي موجودة الآن، أمريكا موجودة على الأرض، لأن تقارير صحفية تقول أن بيرنز في زيارته إلى بنغازي التقى بعشرات الضباط الأمريكان في معسكر في ضواحي بنغازي. كناش نعرف إحنا بكل أن فيه معسكر وفيه الأمريكان، يعني البلد للأسف تعج بقوات أجنبية من كل الملل بالإضافة إلى المرتزقة الأفارقة. لكن في كل الأحوال نحن الآن في أتون هذا الصراع الدولي المحتدم بين روسيا وبين الدول الغربية، ولا نملك قرارا في أيدينا، ولا نملك سلطة موحدة، وفي حالة ضعف وفي حالة انقسام سياسي ليس لنا تأثير. لو بكرة أمريكا بتجي وبتضرب الفاغنر ما نقدرش نقوله لا، لكن أعتقد أن أمريكا الآن بإصرارها على إجراء الانتخابات تريد حكومة ورئيس منتخب يستطيع أن يطلب من الفاغنر مغادرة ليبيا، وتشكل قوة عسكرية مشتركة تواجه فاغنر عسكريا إذا تطلب الأمر، وتقدم أمريكا لها الدعم اللوجستي والمساعدة.